او مايكي ويليامز ايضا نمبر 10 هو اللي كان عم بيطلع الطابه ايضا ديوتي هوكنز بالجهه المقابله اون 3 بلوك فايوليشن على الفريق الفلبيني بتسمح لإلي رستم انه يروح على السله ويسجل الايزي لاي اب إلي رستم حلوه يا إلي رستم مروان زيادة روتيشن السريعة مع الشمعون عم يجربوا يلاقوا الشوطة مع كريم عز الدين كريم للرستم الرستم شو ممكن يعمل رستم بجرب يخترق ثلاث ثواني مين بده ياخذ الشوطة مروان خذ الشوطة مروان بياخذ الشوطة وبسجل أول نقاطه بمباراة اليوم أيضا عم تنقطع من كريم عز الدين كريم لجيرون جيرون جيرون بعد مانا مزر للرستم حلو كتير من الرستم اند وان من إلي رستم السي بي اي لفت الانظار وبكرة السلة الاسيوية والرستم عم يطلع يسجل مرة جديدة